من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان. عبد الحفيظ أهلا بك معنا، مزيد من التفاصيل حول هذه الاقتحامات المستمرة للضفة الغربية. نعم، وفق وزارة شؤون الأسرة فإن 40 فلسطينيا تم اعتقالهم هذه الليلة خلال حملة عسكرية إسرائيلية متواصلة حتى هذه اللحظة. هذا 40 معتقلا لا يشملون ما يجري في هذه الأثناء في قرية برقة شرقي رام الله، حيث باتت القوات الإسرائيلية تشن ما يشبه الحملات العسكرية الواسعة التي تستهدف بعض القرى والمخيمات. أفدنا من مصادر محلية داخل القرية أنه تم اعتقال حتى اللحظة 25 فلسطيني في هذه القرية، وتجرى عمليات تحقيق ميدانية معهم. وهذا أصبح أمرا معتادا في بعض القرى والبلدات الفلسطينية، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بالتحقيق ميدانيا مع عدد كبير من أهالي القرى أو البلدات، تعيد من تشاء إلى بيوتهم وتعتقل من تشاء. على كل حال، 40 فلسطيني الآخرين تم اعتقالهم تحديدا من منطقة جنين، حيث توغلت القوات الإسرائيلية بشكل كبير في المدينة والمخيم وأيضا في قرى وبلدات في المحافظة بشكل عام. أبرزها كان في قباطية جنوب جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين هناك. أصيب 3 فلسطينيين بجروح خلال تلك الاشتباكات، واعتقل عدد من الفلسطينيين، إضافة لاقتحام قرى مثل سيلة الظهر واليمون وغيرها. في نابلس أيضا اليوم الثالث على التوالي تقتحم القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، وتعتقل عددا من الفلسطينيين وسط اشتباكات هناك. هذا الاقتحام استمر أيضا من منتصف الليل حتى وقت مبكر من صباح هذا اليوم. وفي مختلف مناطق الضفة الغربية أيضا كان هناك عمليات اقتحام ودهم متفرقة، أبرزها في مدينة الخليل وأيضا قرى الخليل وقرى مدينة رام الله. ماذا أيضا عن الاشتباكات في المناطق المختلفة والحاصل بتفاصيل أكثر في جنين التي تشهد عمليات اقتحام كبيرة ومستمرة من قبل القوات الإسرائيلية؟ نعم، هناك تركيز كبير من قبل القوات الإسرائيلية على جنين تحديدا، المدينة والمخيم والمحافظة بشكل عام، حيث تحديدا في جنين هناك مقاومة مسلحة عادة ما تحدث خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لتلك المدينة والمحافظة. منذ 7 أكتوبر إلى اليوم قتل الجيش الإسرائيلي نحو 50 فلسطينيا في جنين فقط ومحافظة جنين، وهناك محاولة لوقف هذه الظاهرة أو استهدافها بشكل كبير من قبل القوات الإسرائيلية، وتحديدا استهداف المسلحين الفلسطينيين الذين يتبعون لمختلف الفصائل الفلسطينية. ولكن حتى هذا اليوم ما زلنا نشهد مقاومة شديدة عندما تتوغل القوات الإسرائيلية سواء في جنين أو مخيم جنين أو حتى بعض البلدات كما حدث في قباطية هذه الليلة أو سيلة الظهر أو اليمون أو غيرها. ما يجري أنه عندما تقتحم القوات الإسرائيلية هذه المدن والبلدات لتنفيذ عمليات اعتقال، يخرج مسلحون فلسطينيون من بعض الأماكن، بعض الأزقة، من بعض البيوت، ويقومون بإطلاق النار على الجيش الإسرائيلي، ما يعقد عمليات الاعتقال ويجعلها غير مريحة كما يحدث مثلا في بقية مناطق الضفة الغربية. وأحيانا تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، وخصوصا عندما يستخدم هؤلاء المسلحون بعض العبوات الناسفة محلية الصنع في استهداف المركبات العسكرية الإسرائيلية. أغلب هذه الاشتباكات إذن في جنين، في نابلس أيضا وطوباس وطمون، وهذه ظاهرة المواجهة المسلحة أيضا بتنا نشهدها في بعض القرى والمدن الفلسطينية وسط وجنوب الضفة الغربية، ولكنها ليست بشدة ما يجري شمال الضفة الغربية. نعود إليك في كل جديد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والتفاصيل. مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان كنت معنا من رام الله.